هنا ببلدية خلوية يواصل السيد زلمات حرث أرضه وتهيئتها لاستقبال البذور من أجل الحصول على منتوج جيد في شعبة الحبوب باتباع إرشادات فلاحية وتقنية. رانا ضربنا كوفار وطينا الارض جبنا الزريعه ورانا نزرعوا راك تشوف التراكتورات راهم يخدموا ورانا نزرعوا بدينا في الفرينه رانا في يوم تاع نهار تاع فرينه اليوم رانا نخدموا. ما خص هذه نصيحه ليا وللفلاحين، لابد من اتباع المسار التقني، لابد من اتباع المسار التقني ومنها تحليل التربه ثم اختيار ثم الاسمده تهيئه التربه والاسمده ثم البذور، ولكن المشكله في الاسمده لازم لها بمقادير معينه. مرافقه تقنيه من قبل المختصين والمسؤولين بالمنطقه من شانها دعم الفلاحين وتوجيههم لمواجهه اي عراقيل قد تحد من عزيمتهم. وراهم الفلاح يعني قال لك جبنا زريعه لانجري راه موجود، القلابه راهي موجوده، هو خاص فيه صوالح، ما نقولوش كاع كل الصوالح راه موجودين بصح، ولكن خاص صوالح وحنا رانا نتبعوا فيهم ان شاء الله. احنا هذه منطقه مشهوره بتكثيف الحبوب، عندنا 16 مكثف تاع حبوب. استفادت بلديه خلويه لسنه 2019 من 21 رشاش السق الى كي داسبيرسيون. هذا العام ان شاء الله يا ربي خلوية إذا عندنا 38 رشاش. زيادة الإنتاج وتوسيع المساحات المسقية تسخيرات توليها السلطات المحلية أهمية كبرى للرفع من إنتاجية الحبوب بولاية معسكر لهذا الموسم.